حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور العسيري. طبعا نتحدث عن يعني مرحلة التأهل النهائية من بين 500 منافس، طبعا حدثنا أكثر حول هذا الإنجاز وماذا يعني لمملكة البحرين. طبعا هذا التأهل تم على أيدي مهندس فريق البحرين للفضاء، وطبعا هذه هو بحد ذاته مصدر فخر واعتزاز، ويؤكد على نجاح حسن اختيار الكفاءات الوطنية ونجاح عملية تدريبها وتعليمها وصقل مهاراتها من خلال التدريب المستمر والعمل على المشاريع المتنوعة سواء كانت محليا أو بالتعاون مع جهات أخرى. نعم. طبعا هذا الإنجاز يعني الكثير للمملكة اليوم، فاليوم بالرغم من حدثة قطاع الفضاء في البحرين استطعنا بفضل الله وبدعم القيادة الحكيمة حفظ الله ورعاها أن ننتقل من مرحلة تأسيس القطاع إلى مرحلة جديدة ننافس فيها بفضل الله مجموعة من الدول النشطة وذات المؤسسات العريقة في قطاع الفضاء. وهذه المرة احنا نتكلم إلى الوصول إلى الفضاء الخارجي ووضع بصمة بحرينية على سطح القمر بابتكارات بأيدي بحرينية. طبعا من خلالها بمشيئة الله إذا تأهلت الابتكارات أو المشروع نفسه تأهل إلى المرحلة الختامية، فقد نستطيع أن نقول أن مملكة البحرين ستقود ثورة تكنولوجية جديدة لاستكشاف سطح القمر وربما استكشاف أجرام سماوية أو فضائية أخرى. نعم. طبعا المنافسة كانت شديدة، ونحن على ثقة أن الشباب البحريني بحبهم الدائم للتحدي وعشقهم للإنجاز يتجاوزون كل الصعاب وكل المنافسين بإذن الله. نعم دكتور العسيري، عندما نتحدث عن هذا يعني عن هذه المسابقة ومسابقة تجربة على سطح القمر، فما هو الابتكار المقترح من قبل الفريق البحريني المشارك في هذه المسابقة؟ الابتكار بشكل موجز هو عبارة عن تصميم وتطوير لتقنية اتصال بين الأجهزة بغير التدخل البشري، ليتم اختبار تكنولوجيا إنترنت الأشياء على سطح القمر للمرة الأولى في تاريخ البشرية. وطبعا في حال تم اختيار هذا المشروع سيعمل الفريق بمشيئة الله على تطوير هذا النظام من مرحلة التصميم مرورا بالاختبار وإلى مرحلة التشغيل الفعلي. وطبعا مما لا يخفى عليه على الجميع ان بيئه القمر بيئه قاسيه، ويحاول رواد الفضاء انهم يتحاشون التحرك كثيرا على سطح القمر. فاذا استطعنا ان نثبت ان هذا الابتكار يستطيع ان يخدمنا في تنفيذ الدراسات واستكشاف سطح القمر ومن خلال إمكانية التواصل بين الأجهزة دون الحاجة إلى التدخل البشري، فبمشيئة الله هذا سيقود إلى آفاق جديدة لثورة تكنولوجية في استكشاف الأجرام السماوية. نعم، إذا نتمنى التوفيق للفريق البحريني المشارك في هذه المسابقة. سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.